لتلفزيون البحرين صالح يوسف. اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بحضور معالي الشيخ ميم بن محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار مع سيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو التي تقوم بإدارة مملكة البحرين. وقد رحب معالي وزير الخارجية بالسيدة إيرينا بوكوفا مشيدا بالجهود المتواصلة التي تبذلها منذ توليها منصبها ومساعيها المستمرة للارتقاء بآلية عمل المنظمة والنهوض بدورها في الحفاظ على التراث والثقافة ودعم جهود الارتقاء بالتعليم بمختلف أنحاء العالم، معربا معالي عن تقدير مملكة البحرين للتعاون القائم مع منظمة اليونسكو في العديد من المشاريع التراثية والتعليمية والثقافية، متمنيا للسيدة إيرينا بوكوفا دوام التوفيق والنجاح. من جانبه عربت السيدة إيرينا بوكوفا عن خالص شكرها لمعالي وزير الخارجية مؤكدة تقديرها العميق لمملكة البحرين وإرثها التاريخي الممتد وتراثها الغني والمتنوع واعتزازها بما حققته من مكانة متميزة في المجالات التعليمية والثقافية، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.